هو تقريبا اللي حصل امبارح ده احلى حاجه حصلت في السنه. اول تعليق من الفنان وائل عبد العزيز. شقيق النجمه ياسمين عبد العزيز بعد خبر انفصالها من احمد العوضي. انتشر فيديو لوائل عبد العزيز مكتوب عليه شماتة وائل في اخته ياسمين. الفيديو اللي كان بيقول فيه هو تقريبا اللي حصل امبارح ده احلى حاجه حصلت في السنه. يا ريت نقفل على كده وحلو قوي 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 كده رضا. ولكن بالرجوع لتاريخ الفيديو نلاقي ان الفيديو بتاريخ 16 ديسمبر الماضي، وكان بيحتفل فيه الفنان بفوز الاهلي على اتحاد جدة. ولكن بالفعل علق شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على خبر انفصال شقيقته، حيث كتب في اول تعليق منه على انباء الانفصال: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وكانت أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد فترة زواج دامت لأربع سنوات. وكتبت ياسمين عبر حسابها: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير. يذكر أن اليوم 16 يناير عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، واللي بلغت من العمر 44 سنة.